معنا اليوم بمراكش يعبر عن الصمود القوي لبلادنا في مواجهة الأزمات المتعددة. فقد تم اتخاذ تدابير استعجالية على الصعيدين اللوجستيكي والإنساني، وذلك بشكل فوري عقب الزلزال، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نسأل الله. بدورهم أظهر المواطنون المغاربة داخل وخارج أرض الوطن روح التضامن بشكل عفوي ومتميز، بحيث تعبأوا منذ الساعات الأولى للزلزال من أجل تقديم الدعم والمساعدة للساكنة المتضررة. وكذلك بشكل استعجالي تمت هيكلة مشاريع لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق المتضررة من خلال برنامج تطوير استباقي ومتكامل يقوم إعادة بناء السكن المتضررة وإعادة تأهيل البنية التحتية وفك العزلة ترابيا عن هذه المناطق، كما تم تسريع امتصاص العجز الاجتماعي وتشجيع الأنشطة الاقتصادية بها. وإننا نباشر تنزيل هذا البرنامج الطموح مسلحين بإرادتنا وعزمنا وكذا بالثقة والدعم المتواصلين لشركائنا. حضرات السيدات والسادة، أغتنم فرصة انعقاد هذا الاجتماع للتعبير عن خالص الشكر للسيدة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجيفا ولفريق عمل الصندوق لقيامه بإعداد كتاب حول المملكة الذي يعبر بشكل جلي عن رغبة المملكة في بلوغ أهداف طموحة على صعيد تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.